يلي بده يتحدى هي الحرام نقدى في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدى. عند سعاد خانو عروستي مرات شعرها مسرح ومرات منكوش. ام حاتم عروستي كل يوم كل يوم بتتحمم. نظايفي استني في ريال دقيقة. يا ستي لا ما في تكي وما في استنى. ما عرفت. ام زكي عروستي بيمسك الرجال وبياخدها وبيجيبها بياخدها وبيجيبها. هاي بعرفها من زمان. واقفه لاتذكرها بس واقفه لقلك. لك شو هي هاي؟ مش معروف لي يا بريكي. محمى احكي لك الدغري. والله ما حذرتها.
فوزية عروستي رفيقة كل النسوان مبينة مزكية خرسي بنيتي محمى أنا الرجال بياخدني وبيجيبني خرسي لا خرسي 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 ايه ما حذرتوا انتوا التنتين مبشير عروستي لا تصعبيها بتفوت على كل اوض البيت استني استني شوي نعمة عروستي كل يوم كل يوم بتصبحي بوشها واذا ما حملتيها تاكلي خناقه يعني شو عرفني ما عرفتها لطفيه ايه يا مو عروستي تتخانقي عليها انت وضرايرك ايه ما عرفتها يبعث لك ان شاء الله هدى ايه خالتي فريال عروستي بيمسكها الرجال وبيحلشها من شعرها وبعدين بيعلقها على الحيط العمى شو هي ما بعرف عرفتها ويا على عيونك يا فريال هي المقشة حذرتي يا محورة او يا مقوصة مظبوط الزبال تبع الحارة بيروح وبيجي فيها مشان ينظف لنا الدرب والمقشاتي بيحلشها من شعره وبيعلقها على الحيط ولطفية خانم اللي ما حذرت يا مقطعة بتتخانق هي وضراير عليها يلا يا هنا خلينا نسمع طرف لك وين امك لهلا معقوله لهلا عم تتكياس قريبه ان شاء الله لك ما بتعرفي هلا امي قلبها بارد بالحمام حاتم وين ام ظافر طولت بجواني إيه معلش احسن ما تجي وتورجينا ذهباتك يا على عيونك بلا هالحكي قايمه بواجبنا المخلوقه إيه. أول ما رجع بالسلامة هو صافي وشارع دموع على بعضه لك الله يعينه لك قليلة سنين اللي أخذها بالسجن ما حكينا شيء عمي بس هو لك شو دخارك ترانا لك هاي هاي الفشة تبعت لك والله هلكني تكي عمي تكي لك الله بارك له لك شو قدك تلكي لك شو قدك لي عبيت المحل رح طفش لنا الزباين شو بالعم يا بشوكات مثل العادة عم نشوي فشة لا سيدي مو مثل العادة ما عم تشوي فشة عم تشوي شحم شحم وين الشحم لك قل له وين الشحم لك عم نشوي عم نشوي مثل العادة عم نقول لك انت والعلو فشة عم نشوي شو هي الدخنه هاي لك لك الله وكيلك فشة يا عمي لك فشة لك هلا نحن خلصنا من النمل اعطينا انت شو هالمقاطيع اللي تجينا على الحارة لا حول ولا قوة الا بالله لك اسمع لك اسمع شو هي لك عمي فش يا فشافش فشافيش انتو مو كبار يد الحارة مشان الله لقونا دوبارة معه أصاب خلاص خلينا الرجال يسترزي ما حكينا شي عمي بس شايف الدخلة شو عبيت المحل أخي هلا بيخلص اللي بإيده بتخلص الدخلة لا حول ولا قوة إلا بالله تكي 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 لعطرك ريحتك فشاشي صارت عمي تكي إن شاء الله نعيمة وين كيني؟ كنت بالمستشفى كنت بالمستشفى مشان أخذ إجازة مو أنا عروس ولازم أقعد بالبيت هيك شي 10-15 يوم لك شو أنت ما عندك رجال تاخذي شهور ما تطلعي وما تفوتي؟ بعرف بس شلون بدي أخذ إجازة إذا ما رحت على المستشفى؟ صار لك زمان هون؟ هي أول وآخر مرة بطلع فيها من البيت هيك بدون شور وبدون إذن حطيها براسك هي أنت هلا مسؤولة مني كل شي بيقصدك بيقصني إلي قبلك طب ليش كل هالقد بتخافوا على نسوانكم؟ ليش حتى ما نخاف على نسواننا؟ قصدي إنه ليش؟ شو ما بتثقوا فيهم يعني؟ شو هاي ثقة ما ثقة؟ أنا زلمة هيك ربيان المرة بالنسبة إلي هيك هيك بدها حماية دخلتها وخرجتها طلعتها وفوتتها
أكلتها شربتها لك كل نفس فيها. أنا مسؤول عنه وبدها تقلي مش هنشوف كرامتها ومشان أعرف أحميها. فهمي يا هيبة، برجع بقلك هي أول وآخر مرة بتطلعي فيها من البيت على الشاكلة. يا أما بدي أحسبها غير حسابها إنك عم تجيبي معدلي. لا 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 لا، مثل ما بدك. خلص هلا. شو حابب أطبخ لك؟ ليش أنتي بتعرفي تطبخي بالأول؟ إيه أنا اللي بعرف أطبخ. زير شو بعرف ساوي؟ شو؟ حرق بأصبعه. والله أنتي بتعرفي تطبخي حرق بأصبعه؟ إيه أنا اللي بعرف. إيه أمي شرفك، أنا ما فهمت عين مطبخ الدهن منك. يلا. بس عندي شرط صغير. لا تشرطي فوقها. مو انت حبيبي بيطلع لي اتشرط عليك. شو شرطك؟ انك تساعدني بالطبخة. شو ها؟ تساعدني بالطبخة. على دقائق البندي يسلم لي النقش والحني، روحي في داع عيوني وانتي ما بتسألي عني. على دقائق الأحمر يسلم لي شايفة ام بشير كيف كل الوقت عم تطلع على نعمة؟ ايه لانه عم تغيظني يا ما. شو يعني يا ما؟ لا تكون حاطة عين عليها. والله اذا بتطلبها لبشير ما بخلي جميلة عندهم دقيقة واحدة، هذا اللي ناقص. بنات ابو عصام ما حدا بيتجوز عليهم حبيبتي امي. يلا وين امك؟ والله طولت، ما حلوة نبلش قبل ما تجي. ليك ليك جاي خالتي عم تجيب الحلو. ايه تقبري قلبي ريتك. اللهم صلي على النبي. تسلمي يا رب. كلي كلي حاتم حاتم. لكلي ام بشير رح تاكلها بعيونها لنعمة. حقها، بس والله ما لي سخيانة بنتها لسعاء. لك شو حقها ما حقها؟ ولي علاقتكم انتو التنتين؟ لك تروح عينكم وتطور عليكم التانية. شو بدكم فيها؟ عندها جميلة مثل الفلة. اسكتوا بقى. وإذا وإذا كانت مثل الفلة؟ ليك وعصام متجوز ثلاثة وواحدة منهم بنتي. بالله اي والله نسبيحة مو كتير طيبة اللي انا بعملها اطيب. هي على اساس انت يعني بتعرفي تطبخي؟ دخيلك يوم يومك معتمدة علينا بالطبخ. عملتي لي فيها جديدة. اسكتي انت وياي على الدنيا ياكم كلوا اسكتوا. كلي كلي ما تضبطي. عملتي لي فيها كابرلين. ينهوش خلاص ما تبكي دم حرام. اشتريت لك هالبصلاية. هيك سلم ايديك يا انت. كيف طيبة نسبيحة؟ شك انت ما بتعطيكي هالاكلة، ما بتعطيكي. إذا نصيحة مو إلك بطنك مو إلك. فحة كلي حبيبتي كلي كلي. ما لا 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 من إيدي من إيدي. أماني أماني. أنا قلت لك ميل فوا ما تتدخل بشي، ما تشتغل شي،
أنا بدي أعرف وعرف كل أهالي حاكة الضباح وحارات الشام كلها إنه هنن بحاجة لنا، بحاجة لمساعدتنا. بس هذا لا يعني إنه ما تجيب لي غاسه ولا ما تز وتجيب لي رفقات لدول السكاجير. سيدي الله وكيلك ما عم نقصر سيدي، بس هدول جماعة حارة الضبع سيدي ما بيعطوا على بعض، قصدي سيدي ما بيفسدوا على بعض. يعني أنت بدك أهالي حارة الضبع هي تقلك وين موجود مرتز؟ أبو شوكت. أبو جودت سيدي. اسمع أبو شوكت. جودت سيدي. أنا بعرفك واحد ذكي، بعرف إنه عندك مخ كبير. هن بيقولوا يلي عنده غاز كبير عنده مخ كبير. أنت رئيس أربع حارات. بس أنت حمار. أنا الحق علي، أنا الحق علي جبتك هون. اسمع، أنا قررت أبعتك لآخر سوريا. بدي أبعتك آخر سوريا مشان تروح لهنيك تعرف تفكر، تفكر منيح، فهمت؟ بوسي إيدك يا سيدي، وين تبعتها لآخر سوريا؟ يا ممكن أنت الله يطول بعمرك، أنا مو تبع موادي الله يطول. يا سيدي، شيء إنفامي أنت هذا، الله يطول بعمرك يا سيدي، ما تدعيني. عندك إنفامي؟ اسمع، أنا لا أعطيك آخر فرصة. فرصة واحدة بس. معك شهر. يا بتجيب لي غاسو لمرتز، يا أنا بدي أخذك بإيدي لوين؟ على آخر سوريا. أسمع؟ حاضر سيدي، خلص. راح أجيب مرتز مو من راسو، راح أشحطه ويش تواربه سيدي. حاضر سيدي. يلي فتن. بدك تقلي انا بعرف اطبخ ولا لا؟ هاتي لشوف فاتي. شو؟ لا والله ما بقى شيء. عن جد؟ والله ما بقى شيء، لا ظريفه صحه وهنا. لك وين متعلمه الطبخ انت؟ عندي رفقات بنات علموني كم طبخه، من الشعلان، من الصالحيه، من القنوات، عندي كثير رفقات هنيك. ايوه شوف يا بنت الناس، أنا هذا البيت ما بيناسبني حدا يفوت عليه. يعني ما بدي رجل غريبة، لا رفقات لا غير رفقات، لا تبعات الشعلان، لا صالحية لا غير الصالحية، الله يرضى عليك يا. يعني هذا بفوت عليه بس ضيف واحد ومخصص لإلي بس. مين هذا الضيف؟ خلاص هذا الضيف أنت ما بدك تعرفي عنه شيء أصلا. خلاص مثل ما بدك، مو لازم أعرف مو لازم. هلا هو لازم تعرفي بس أنا ما بدي أقول لك. أصلا فكر شو بدي ساوي لك طبخة على العشاء. بقى شو رأيك تبات عندي اليوم؟ شوفي نحن متفقين نومة بهذاك البيت، بالبيت الكبير مو هون. هلا نفوت بالعي الله يرضى عليكي، نحن متفقين وخالصين منا، صح العكي؟ صح، بس أنا والله مشتاق لك. نومة بهذاك البيت هون ما في. خلصنا بقى. خلص مثل ما بدك. كل عم ضربوا لك شو الكومنتان ها؟ لك ما في بلبو رحمة؟ قولي لي لآخر دنيا ها؟ استنى حالك. حاضر سيدي. لك ما رح استحي، ما رح تخجل على بدنك. شو عملوا لك؟ سيدي والله ما عملت شيء. معلومة لك عمل شيء؟ امتى رح تتلحلح؟ رح تشتغل من علبه رب؟ كل الشغل علي أنا. سيدي أنت شو أمرتني فيه وأنا ما نفذته؟ بدي معتز. معتز؟ ايه منجيبه سيدي، بس قل لي انت شلون؟ اني قلت قلت لك شلون؟ فوت على الحاره، دقدس وراه، مين عم بفوتوا على الحاره؟ مين عم بيساعدوا بالطلعه؟ كل هذا الشيء بدي اعرفه، فهماني يا رستم؟ حاضر سيدي. لك بني ادم، هذا الكومندان ما في بقلبه لا رحمه ولا شفقه. قال شو اذا ما لقينا معتز؟ بده ينقلنا برات الشام كلها يا رستم. وسيدك سيدي وشو بده ياخذنا برا الشام؟ ما بعرف، ما بعرف، انت فكر. شغل مخاب العمى طلبك حرك شوي. حاضر سيدي، بس قلي انت شلون؟ روح روح لك حيوان. لك شلون ها؟ العمى طلبك. لك مين بعتك لعندي انت؟
الجرب هالغرفة هاي ومحطوطة بين الأرض والحيط. صلاة محمد؟ متأكد؟ ايه متأكد. الله مورجيني اياها للجرة. ايش هو هالحكي الملضبين هاد؟ تعال هلا تعال. هون حفرنا وهون طمرنا. أكال؟ أكال. الجرة رزقتك وأنا إلي رزقتي. والله يا فهمي طلع وشك خير علي. يا والله شغل برد عليك. فكرنا رجعوا أخذوك. لا ما حد بيشغل معي. خالصين مني. شو ياخذوني؟ ما له شغل معي بنوك. بس وينك؟ ابنك عصام راح يدوخ. ما بيعرف وين رحت. طلعت من الحرم قلت له. والله حبيبي الحالي ما اعطيته خبر. اي والله. ايش دي؟ نرجع لموضوعنا الاساسي الاساسي. شو؟ موضوع الزعامه. اشهد ان لا اله الا الله. اخي ابو حاتم من الاخير. شغله الزعامه انا مالي فيها. مالي فيها. ولا بقى تلح علي بهالقصة تركني منها. الله يرضى عليك. ناس لا بدها زعيم ولا بدها غير زعيم. لسه عامل لي فيها زعيم وعقيد. والحارة لازمها، الحارة لازمها تعيش. لازمها تعيش. البلد مو لازمها زعيم. البلد عم تتغير كل يوم شكله لون عن اليوم اللي قبله. ناس تعيش. فرنساوي طالع طالع ما رح يأبد يعني. وبده يطلع بالأخير. بكره بده يصير بالبلد قانون ودستور، والقانون والدستور هو الزعيم. وخلصنا بقى فضة يا عرب. الله يا أبو عصام كلامك مظبوط وكبير كتير وعلى راسي. بس قل لي لبين ما يطلع الفرنساوي ويصير في عنا قانون ودستور مثل ما عم تقول حضرتك، مين بده يدير أمور الحارة؟ شرف قل لي لشوف مين. أنا تعبان، أنا تعبان يا أبو حاتم. عم أقول لك مالي فيها القصة. تبعتها حالي. شوف مين بتلبق له القصة. عطوياها يا أخي خلصونا. أنا حاجة الدكانة على قدي يا أخي. صفيان أنا بآخر عمري. خدمتك بلقمتك وخلصنا. الله يرضى عليك أبو حاتم. في ناس حاطين عينهم عليها القصة، وإذا بيصح لهم ياكلوها بأسنانهم ما رح يقصروا. عطوهم إياها وخلصنا. هو بتعرف أنت مين؟ أبو ظافر المدرب. شلون؟ أبو ظافر؟ بقى شو قلت أمي؟ بشو؟ يا قال بشو؟ شو صار لي ساعة عم بحكي؟ مشان روح أخطب لك بنت أبو ظافر. يا مو كل ما بتشوفيني بترجع بتفتحي نفس السيرة. شو صاير يعني؟ شو صاير؟ قال شو صاير؟ قال لك ابني مشان الله خليني أفرح لك بولد. لك بدي شوف حسن على حضنك. يا مو هاي أم زكي قالت إنه جميلة ما فيها شي. هاي أول باشتان، تاني باشتان. لك يا مو نحنا كلياتنا تلت تنفس بالبيت ودوبي. ها دوبي عم بحسن أصرف عليكم. متحمل جيب مرة تانية أنا؟ بيرزق الله أمي ونعم بالله. بس رب العالمين ما شاف بس بالعقل العرف. يا مو القصة مو قصة مصروف. ملبوس بدن، غرفة نوم، لك دهب متقدم ومتأخر. قصة كبيرة كتير. إيه لا تاكل هم تقبرني. خد ذهباتي وبيعهم. لا يا مو دايما أنا نهاريت اللي بدي أتجوز بتجوز من حر مالي. ما بده مين يجوزني. أعمل لك شيء ابن عمي؟ ما بدي شيء. أعمل لك كاسة شاي تروق. لك قلت لك ما بدي بطيخ. شبك ابن عمي؟ ليكي جميلة ما تحكي معي ولا كلمة ولا حرف. طيب بس خشني قلبك وقول لي شبك. ولك جميلة. طيب والله ما بحسن شوفك مو على بعضك. ما اسألك شبك لوين ابن عمي؟ ولك انا مالك مخنوق ضايق خلقي. مشان الله افهمي. امرك ابن عمي. Thank you.
ابو عصام فوت خذلنا طريق نفتش البيت. مشان شو بدك فتش البيت؟ بدنا معتز. معتز ما له هون، بتعرف وين تلاقيه؟ بتلاقيه بكل قرنة الا هون. وشو عرفني ما يكون جوا؟ الله يرضى عليك، من تمسكت فوت خذلنا طريق. شبك عم جوداد؟ ليش هيك عم تعيط على ابي؟ ستني ياك انت، احسن ما اطرك بدن فلا، خليك شهر ما تقول التختها. وكل الله وزين كلامك ابو جوداد، الله يرضى عليك. ها احكي منيح. طب عصام لا تاخذ وتعطي كثير، فوت خذلنا طريق، واذا ما فتوا خذلنا طريق بتعرف شو انا شو ممكن اسويها. انا اللي بعرف على عيني، تكرم عيونك من عيني هي بالهي. مرحبا بجودة. علي ابو ظافر. خير شو في؟ عم ندور على معتز. وهي فتشت كل البيت، ارتاح؟ لا ما ارتاح. شو صفي؟ صفي المطبخ. لا ما حزرت. يا عصام مالك سمعانه يا بي؟ ما له شيء، صفي المطبخ على عيننا ابو جودة، تكرم عينك. بس لو سمحت الحريم بدهم يطلعوا، كفوا ما غير. معتز وينه؟ معتز بالوادي وينه؟ هذا ابو جبده في شيء براسه. لا تا كلام، راح اعرف شو في براسه. ما في شيء سيدي، بسيط. عصام ايوه شرف معنا. ليش شرف معكم؟ مشان شو؟ هلا بالكركون بيعرف مشان شو. بس يا ابو جبده على نصتك، ما دخلك انت، خليك بحالك. لك ما بدنا نفهم ليش بدك تاخده؟ بس يرجع عبلك تسأل ليش اخذناه. رستو حاضر سيدي. هاتو امرك سيدي. ما بدنا نفهم لوين اخذه، لوين اخذه للزلمه؟ لك شديك، لك شديك. لا معلش معلش معلش، روح ابي، روح روح خلاص، روح بدي اعمل لك. حرك روح. فليت هيك بعرف الطريق، بعرف الطريق. لا تهكل همه بعصام، عندي. اسمع رستو. حاضر سيدي. هذا الوضع عصام، بدي كل هالحالة الضبع يسمعوا صريخه. ايه امرك سيدي. روح. احترام ابو جودات. اهلين ابو ظافي. رضاي عليه، خفلي على عصام، بضل هذا مثل اولادنا. انت بتمون بس متملك شاي، هذا الولد قليل ادب بده ترباي. شو ديتو؟ قل لك مفهومي يا ابو ظفير. ماشي بحبح هون. استو اعمل له فلقه بس لا تشد له. بلا الفلقه، بلا الفلقه رستو، شدد اذن بس. عود شرب شاي. يلا يلا يا كريم يا رب. اهلين وسهلين ابن عمي، الله يعطيك العافيه. هيك يا بي يعطيك العافيه ويخلي لنا اياك. لك اهلين بست الحسن. ابن عمي شو جوعان؟ حط لك عشاء. اي والله جوعان، حطي الاكل. تكرم عيونك. شو شريفه، كانه في بتمك حكي. يا بي انت بتعرف انه انا عم علم نسوان الحاره القرايه والكتيبه. اي الله يرضى عليك. وكان بدي اطلب منك انك تجيب لي لوح وحوار. هي هي كلها؟ هي هي كلها يا بي. مو على عيني، بكره بيكون عندك احلى لوح واحلى حوار. يخلي لي اياك يا حق وما يحرمني منك الهي. الله يخليك يا رب ويحميكي. انت اللي عم تعمليه بالرفع الراس فيه، واقدع الرجال ما بيقدروا يعملوه. لكن يا بي مشان تعرف بنت ابو حاتم على سنه رمح. على العافيه. اهلين ابن عمي، الله يعطيك العافيه. شو عم تشتغلي بالعبايه؟ ايه والله. وكل امتى بتخلصي عبايه؟ يعني هلا هي صفيان لها شي ساعتين شغل. قومي لكن قومي قومي اشتغلي بارض ديار، انا تعبان وبدي نام. لا ما بدي، بخاف بارض ديار لحالي. بوران. نعم ابن عمي. عم بقول لك تعبان وبدي نام وعندي فيا بكير. يلا امري لله، رايحه اشتغل باوضه الاولاد. روحي روحي. سلام. والله يا ابو منذر قلبي من العجور منجور، بس شو بدنا نساوي؟ بدنا نتحمل. عم عصام. اهلين عمي ابو حاتم. ايه بتطلع هلا؟ امبارح. امبارح؟ ايه دري طلعني هذا ابو بطيخ. ايه شو بده؟ شو بيعرفني؟ لك حتى هدول السؤالين بده يسالني اياهم ما سالني اياهم.
ايوه ايه بس المهم عمي انه ابو ظافر هو اللي طلعني. لا ابو ظافر؟ ايه ايوه. وين ابوك؟ طلع مشوار وراجع. بس يرجع على خليجي اللي عندي عاوزه. ايه تكرم عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله الحمد لله على السلامة يا عبدو. الله يسلمك يا شيخي ويخلينا اياك. الله يرضى عليك المرة الجاية. فتح لي عيونك اللي ورا راسك مو بس اللي قدام. ليش في عيون ورا راس يا اخي؟ لكن هلا الواحد بيشم ريحة اللي بيكرهه مثل ما بيشم ريحة اللي بيحبه. لك شو شايفني دي قدامك انا؟ والله شخشبت لي عقلي. اهلين موسى شرفت. اهلين عبد الحمدي على السلامة. الله يسلمك يا اهلين شيخ فهمي. اهلين عصام. فوت شيخي فوت فوت خلينا نحلق لك فوت. لا لا دخيلك شعراتي هيك ماشي حالهم. بلاش شيخي بلاش. لك عصام شو هالعادة اللي عندك؟ ليش بتكرك علي؟ تعال 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 بارك فيك. هاي عندنا محبة شيخي. يلا شرف شرف من هون. ايوه اللهم صلي على النبي حولك. وشك منور مثل طبق النموره. شلون ما بدك يا ينور يا مزكي وابو عصام رجع. والله عندي طلتوا علي بتسوى الدنيا وما فيها. الله 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 يديم كل بعض بجاه سيدنا محمد. امين امين امين. الله يسمع منك. بس شلون رحت الحمام امبارح؟ والله سرينا في حاطه مثل لساتها تحت. الله الله. اي والله والله شيء طيب كله طيب. بس ام ظافر طولت ما جوا. ايه طولت بالجوال. هلا طولت ولا ما طولت؟ مخلوقه ما قصرت. مظبوط حبيبات قلبي. هي طولت الجواني ونحن اكلنا الصبيحه واكلنا الحلو ومع قلبنا شر. شو بتقولي يا عليك يا عليك يا ام زكي؟ شو ما بتحبين لبطنك؟ يي يي لك تروح عينك وتدور عليك الثاني. قولي عليك قرص الصبيحه يزلط زلط. لك اشتهيت تشوفك دقيقه تمك منفوخ الا كله زلط. يلا يلا. ايه صحيح ام عصام، وين كان ابن عمك ابو عصام وكيف رجع؟ ليش ما قالوا لكم ارجع لكم؟ انا ما عندي رجال وما حدا خبرني. صحيح ام عصام، ناديه مين هي؟ ايه هي ممرضه كانت عم تعالج ابو عصام واجت شقت عليه وخلصت السيره. ايه خلص بلها هالسيره بقى يا جماعه، والف الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. كلوا يا جماعه ما عم تاكلوا. ايه بس بدنا نعرف يا خلصنا بقى فريال. امينا من هالسيره بقى. خلص فريال وحياتك، بس اعرف بقول لك. يا ترى على شو عم يرسم ابو ظافر؟ ايوه على الزعامه. ايه شو عليه؟ حق ابو ظافر يصير زعيم الحاره ولازم عاونه كمان. وش كان صار؟ راح حطه تحت باطي وراح اعرف منه وين بلاقي معتز. يعني معي شهر، بهذا الشهر لازم جيب معتز من كل بيت. لازم اعمل شيء، لازم يا ابو شوتت. يعني انت ما بدي مني الا بخصوص هذا البيت عرفت؟ عمي لا تاكلهم ولا يهمك. يعني فهمتني انت، بتعرف ما بدي حدا يدرى الله يرضى عليك. يعني ما بدنا عي وجع راس، بدنا نرتاح بقى. والله الحق معك، يلي شفته انت مو قليل. الحمد لله سيدي الحمد لله. ايه سيدي هات لشوف شو في اخبار. عمي بده يشوفك. ايوه شو بده؟ شو عاوز؟ يعني شو ولا شو عاوزني؟ ما بعرف عمي، بس شوفت عينك من كتر الخلافات والانشقاقات اللي عم تصير بالكتلة. يعني بتوقع يكون عم يفكر بتكتل جديد او حزب جديد كمان. قولي علينا. اي والله مو ناقصنا لسه انشقاقات واختلافات وقصص ومشاكل. والله حاجتنا لك الفرنساوي ما في براسه غير التنسيق. بده يقسم، بده يشقف على البلد. يا حبيبي بتعرف شو التنسيق؟ انت ادرى حكي، انت ادرى. يعني حكومه للعلويه وحكومه للدروز وحكومه للسنه. والله بعرف يا عمي، والله بعرف. خلص عمي، والله أنا كمان بتشوفه. سلم لي عليه كثير السلام، قول له إن شاء الله هيك بس هالكم يوم خليني أرتاح شوي، ضعيف وراسي كثير، بنقعد بنحكي أنا وياك وهو واللي بده إياه بصير. خلص عمي، صار. لك أهلين بالأمضاي. لك على راسي يا واوي. لك علي الجيري، إنه أنت العقيد وغيرك لا لا. حق على راسي. حارب على الفيت جاري. لا عملي لا عملي.
تركي. ايه عمي بحاتير؟ اعمل لك قهوة في الشتاء لصبيح الكرة. لا، تعال شيل الصحن اللي تركه زبونك هون. أنا زبون عمي، أنا زبون. هون على الطاولة، لأنه نحن فاتحين القهوة مضافة لحضرتك، ما إيه؟ تعال. يلا عمي بحاتير، يلا حصة هلا، خلص اللي بيجي بعدين بيجي بشيله براسي. فشة. قرب على الفشة. اجيت على رجليها، بتقوم تصلح وبهدلي من كعب الدس تخلي الحارة تعرف منو انت. يلا انا معلوم عقيد. شو هذا بالاوقات؟ لك ما صار شيء. لك شو تركي؟ شو القصة معك بقى؟ ايه يا مشوكات كمان بدك تروح فيش تاكل صبيعك ولا؟ لك ان شاء الله بتنعمل لطشه، يخرب بيتك طفشت النسبون. وبعدين بقى؟ بعدين معك؟ شو بكون علينا؟ شو بكون لك؟ عم نترزى يا عمي، على الله عم نترزى. لا تنكي عم تترزق والعالم عم تخترق من الدخنه. شو بنا عمي؟ شو بنا؟ هلا دخان الفيشه صار بيخنق العالم؟ ايه بيخنق بيخنق، شايف الحاره سيخين وصارت كلها دخنه. طول بالك سافر، طول بالك. معلش عمي ابو حاتم، معلش، هذا الزلمه مو هامه حدا. شو بنا عمي سافر؟ شو بنا؟ لك ليش مو هامني حدا؟ ليش؟ من عمايلك عمل لك سيخين وصارت كلها دخنه. لك يلا نقلع. لك الله يوفقك بجهنم، يخرب البيت، الله يخرب بيتك. لا تحكي له، لا تحكي له، روح على حارتك، حارت الشراشيب. لك روح روح. لك انا بوكيك كواسي، انا بوكيك. لك روح بقى، لك انت تضرب لي يا واطي. لك انا بوكيك، انا بوكيك. أنا بورجيك إيمتك. خلصت طبعاً. خلصت طبعاً. يلا عمرك عمي، عمرك العمى الجار حارة الضبع عملوا فيك هيك؟ إيه عقيد، وقالوا روح روح على الحارة اللي لمتك حارة الشراشيح. هلأ نحن حارة الشراشيح؟ مثل ما عمل لك عقيد، يقدمني صحتي وعافيتي إذا عم بكذب. لك احكي ليش هيك عملوا فيك؟ أكيد عامل لك شي عملة، شو القصة؟ شو القصة يعني؟ شو القصة؟ عم بشوف الشي طلع دخني دخني كتير. إجا ظافر ابن أبو ظافر، أنا ابن البسطة فوقاني تحتاني. هلأ ابن أبو ظافر عمل فيك هيك؟ قال لك نوع الحارة اللي لمتك حارة الشراشيح؟ إيه عقيد إيه. أبو الحكم ديبك، لما نرجع الحارة لشوف؟ صار لعيونك عقيد. روح يلا هذا شوف أرمى. بك الله حيا بالنار ورجالة بالنار. حيين عقيد، رجالك تصلي. الله حيا أبو الحكم. أهلين وسهلين. رجوع على الخطأ. شو يا الحارتي؟ فضيلة أنا غلطت لما بعت وراكو. الشي اللي كان يصير بينه وبين حارة الضبع شي مضى وراح، والصفحة السوداء طويناها. مو معناتها زغرت واحد من حارة الضبع لعاقب الحارة كلها. شو القصة عقيد؟ شو صاير؟ سمعني أبو الحكم، أهل حارة الضبع أهلنا وناسنا، حربنا نحن وياهم الفرنساوي ايد بايد وكتف بكتف. عيب علينا نرفع السلاح لبوشهم وبش اي مخلوق من اهل بلدنا. دم ما بيصير مي وبيعمره ما كان رخيص. كل مين على شغله انا بروح بشوفهم وبحل مشكلتي معهم. يلا الله معكم. شو هالحكي هذا عقيد؟ مثل ما سمعت خلاص، وبالعقيد اللي عم يحكيه تمام وبيموزن بالذهب. الله بحي أصلكم يا الحارتي، الله بحي أصلكم. الله شباب كل واحد على شغله. يلا عمي يلا، قولوا الله، قولوا الله. يلا الله معكم. اللي عملته ما بيصير لك ظافر، لازم يتربى عمي أبو قاسم، لازم يتربى. واحد مثل تنكي معامل لا قدر ولا قيمة لكل أهل الحارة. يا ابني شو قدر وقيمة؟ الزلمة عم بيسترزي، صحيح طلع شوي دخان، إيه بس كمان يعني مو بنضربه وبنشت له رزقه بالأرض. تنكي هو يلي قل الأدب مع العقيد ظافر. شو هاد؟ ياللي بده يتحدى هي الحارة من قدها، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدها.